بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني امام نظيره الكونغولي، يعني كنتمنوا تكون نتيجه ممتازه. واخا الاختيارات اللي اختار وحيد خليل وزيتش يعني ما كانتش جيده في غياب حكيم ومزراوي وحارث، فانا تيبان لي انه غيابات مؤثره على الفريق الوطني لانهم لعابه ذو خبره وكفاءه عاليه. وكنتمنى ان شاء الله انه يكون الفوز على الاقل بجوج لواحد، حيت لاحظوا ان غادي تكون جوج لواحد لان غتكون مباراه صعبه ضد واحد المنتخب اللي متمرس في الادغال الافريقيه. كنتمنوا من الله عز وجل انه يكون الفوز ويكون الفوز بجوج لواحد. وكنتمنوا الوحيد خليل وزيتش انه ما يديرش الاخطاء اللي درنا في كاس افريقيا. كنتمنوا انه تكون عنده اختيارات جيده وما يخرجش بوفال، حيت بوفال لاعب ممتاز، ما يخرجش بوفال يخليه هنا في المباراه. وكنتمنى وحيد خليل وزيتش من هذا المنبر انه يدير اختيارات جيده باش نفوزوا بهذه المباراه، تعوضنا على الفرحه ديال كاس افريقيا اللي ما فرحناش بها، وندوزوا ان شاء الله للمونديال المره الثانيه على التوالي. وشكرا. الرساله اللي كنوجهها للجماهير ان شاء الله اللي كاينه في الكونغو الديمقراطيه انهم يشجعوا المنتخب بحراره، لان المنتخب الوطني في هذه الوقيته خاصنا التشجيع ديالو، لانه الجماهير ديال المنافس غادي يكونوا ضاغطين بقوه. يعني حتى حنا بغينا يكون الضغط ديالنا، واخا تكون الجماهير قليله بغينا حتى الجماهير ديالنا يكون الضغط ديالها كثير باش يساندوا المنتخب الوطني ويرفعوا المعنويه ديالو في اثناء المباراه. وشكرا. بالنسبه للماتش تاع المنتخب ان شاء الله اللي يدوز اليوم مع اربعه مع الكونغو الديمقراطيه ان شاء الله بحول الله، نتمنوا يعوضوا لنا الفرحه اللي ما كملاتش في كاس افريقيا. ومن هذا المنظور تنتمنى من زياش تاوير يتراجع على القرار ديالو ويحاول يحقق الامنيه تاع الشعب الحضور ديالو للمنتخب الوطني ان شاء الله، وينسى الصراعات ديالو مع الجامعه ويشوف في الجمهور ديالو. ايوا ان شاء الله بحول الله تنتمناو انه المنتخب الوطني يكون يغلب بجوج لزيرو. بالنسبه للجماهير اللي مشاو باش يشجعوا المنتخب الوطني في كونغو الديمقراطيه، بغيناكم تشجعوا المنتخب بكل روح رياضيه وان شاء الله تجيبوا نتيجه جيده من الكونغو الديمقراطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله النتيجه ديال المنتخب الوطني على ما اظن غادي يكون نتيجه متكافئه، تيبان لي غادي نربحوا تقريبا بشي جوج لواحد ولا جوج لزيرو. ومن هذا المنبر تنحيي اللاعبين ديال المنتخب الوطني كافه، وان شاء الله غادي نربحوا وغادي يكون على الخير ان شاء الله. التشكيله تتبان لي ان شاء الله غادي تكون تشكيله متكافئه، وان شاء الله راه غادي نديروا شي نتيجه اللي زوينه ان شاء الله من الكونغو الديمقراطيه ان شاء الله. رسالتي للجماهير اللي مشات تساند المنتخب الوطني، كنشكرهم من هذا المنبر وتنحييهم وتنقول لهم يساندوا المنتخب الوطني ويساندوا المنتخب الوطني مزيان باش يلعبوا كما تنقولوا بروح رياضيه وروح قتاليه. ومن هذا المنبر كنشكروا الجماهير كافه وشكرا.